من ذوي الاحتياجات الخاصة كيفاش غادي يدير يشوف هذه السكينة أو لا يجي يزور العائلة ديالو. حنا الآن كنعينوا هذه المنطقة لا حول ولا قوة إلا بالله. كنطلبوا من المسؤولين يجيو يشوفوا هذه الحالة اللي كيعيشها تعيشها هذه السكينة. وتحية نضالية للجميع. شكرا شكرا بزاف. وعاش الملك. الله يبين الحق. الله يبين الحق. آمين. الله يبين الحق في ولاد الحرام.